لا يوجد شعور أجمل من فعلك شيئاً جيداً وإنقاذك حياة إنسان. وليس هناك مهمة أسمى في الحياة من رؤية وجه ابن أو ابنة بعد إنقاذ والدتهما أو والدهما، إن هذا شيء مؤثر بشدة. الأمير ويليام. يسقط 250 مليون إنسان ضحايا للكوارث الطبيعية والحروب في كل عام. ثمانية وتسعون في المئة منهم يعانون نتيجة لكوارث مرتبطة بالمناخ مثل الجفاف والفيضانات. وكشفت دراسة جديدة أجرتها منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية أنه بحلول العام 2015 سيرتفع هذا الرقم إلى أكثر من النصف، ليتضرر حوالي 375 مليون شخص سنوياً بتغيير المناخ وبالكوارث الناتجة عنه. حذرت الدراسة من أي هذا الارتفاع سيفوق القدرة الاستيعابية لمنظمات الإغاثة الإنسانية في العالم. Seismic scale of 0 to 7. That is the same size earthquake as the one that hit the Great Hanshin area. لكن البعض ليس لديه خيار آخر، فهذه هي الطريق الوحيدة التي يجب سلوكها للخروج من رحل المعارك. ويظهر في هذا الفيديو عدد من اللاجئين العالقين الذين يعيشون تحت الأشجار بين النفايات. ووسط النفي والتكهنات تبقى التساؤلات، ما إذا كان هذا هو السبيل الوحيد لخروج هؤلاء؟ أمطار غزيرة لا تتوقف ورياح شديدة لا تهدأ اقتلعت وأغرقت العديد من الخيم وحولت العديد من مساحات المخيم إلى بحور من الوحل والمياه. لا عندنا مية، لا عندنا كهرباء، لا عندنا أكل، والناس زي ما تشوفهم في أطفال وفي نساوين، لا عندنا علاج. بدفي معين الداخلية لأنه ما عنديش شيء اللي أدفيه، لا كهرباء ولا مازوت ولا غاز ولا تدفئة ولا أي شيء. قسوة على أطفال المخيم، لا سيما وأن هذه الأحوال الجوية جلبت معها المرض لكثير منهم، بعضهم يحتاج لرعاية طبية سريعة. فالحرارة المنبعثة من مولدها عزيزة عليهم. مصيدة التشرد والموت برداً، الموت الذي أصبح يهدد حياة الآلاف في مخيم الزعتري شمالي الأردن. هذا ما تبقى من خيامهم، التهمتها النيران ومعها أجساد 4 منهم.
لم يكونوا يعلمون أن رحلة الفرار من الموت في ليبيا ستؤدي بهم إلى الموت هنا. حلم لربما يتحقق قريبا. تتنوع أشكال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الإنسان في حالة وقوع كوارث أما طبيعية كالأعاصير أو الزلازل والفيضانات أو مصطنعة بسبب الحروب والصراعات الداخلية والخارجية والإبادات الجماعية. تتمثل الحاجات الفورية حين وقوع الكارثة بحسب أهميتها لإنقاذ حياة الإنسان، ومنها الغذاء والماء والدواء والمأوى أو الملجأ والأمن، ثم التعليم والأنشطة الحضرية الأخرى كالعمل والعبادة والاجتماع وغيرها. إن مجموعة عناصر الاحتياجات الإنسانية من فسيولوجية واجتماعية تتمحور حول المكان الذي يعيش فيه، فالغذاء والماء والدواء مثلاً لن تستطيع الاستفادة القصوى منها دون وجود مكان لحفظها وتخزينها، وأما الحاجات الأخرى فمن الواضح عدم إمكانية تحققها دون وجود المكان أو المسكن. الكويت تتبرع بالمال لكي يصل إلى السوريين في العراء، في مخيمات الجوع، في الأزقة المظلمة، تحت رحمة إخوانهم اللارحماء. المؤتمر يعتبر رسالة إنسانية في المقام الأول، تسعى لتوفير أكبر قدر ممكن من الدعم الإنساني للاجئين السوريين لتخفيف معاناتهم المتفاقمة وتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية والخدمات الأساسية التي يفتقرون إليها. حسب دراسة منظمة أوكسفام التي حملت عنوان الحق في الحياة تحديات العمل الإنساني في القرن 21، فإنه على مدى السنوات الست المقبلة سيرتفع عدد ضحايا الكوارث الطبيعية بنحو 54%، الأمر الذي قد يفوض النظام العالمي للمساعدات الإنسانية. وقد تم إطلاق الدراسة ليقدم أدلة قاطعة على الحاجة إلى إعادة التفكير في طريقة استجابة العالم للكوارث واستعداد لها ومحاولة الوقاية منها. وتقول الدراسة إن العالم يحتاج إلى إعادة هندسة الطريقة التي يتعامل بها العالم مع الكوارث الطبيعية على مختلف الأصعدة، بداية من تفادي الكوارث وحتى الاستعداد لوقوعها وتقليل تبعاتها المدمرة. ويمثل هذا التقرير ثمرة جهود مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة وشركائها والدول الأعضاء والبنك الدولي والمنظمات الإقليمية والحكومية والمؤسسات التقنية وشبكات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وشركاء آخرين لاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة للحد من الكوارث. وفي هذا السياق أفاد أندرو ماسكري أحد معدي التقرير إن أهم النتائج التي خلص إليها التقرير تتمثل في أنه حتى من دون تغيير المناخ لا تزال حدة الكوارث تتزايد في جميع أنحاء العالم. وإذا أضيف تغيير المناخ إلى هذا الأنماط من المخاطر فإن ذلك سيشكل صورة كارثية تماماً. إن نظرة عميقة لتسلسل ماسلو الهرمي للاحتياجات يظهر بشكل جلي أهمية المأوى أو المسكن بعد الحاجات الفسيولوجية كالتنفس والغذاء والشراب، كما أن كل الدراسات العلمية والاجتماعية أجمعت على الأهمية المركزية للسكن للاستفادة القصوى من كل عناصر المساعدات أو الدعم الإنساني لتحقق أهدافها بأفضل صورة. هنا تكمن المشكلة ما بين قدرات محدودة للمنظمات الإنسانية تجبرها على العمل لتوفير غطاء مؤقت يلجأ له ضحايا المساكن المؤقتة، وبين ضرورة ملحة وحادة بأهميتها لتوفير حد أدنى من السكن وإن كان ملجأً مؤقتاً. إن الحاجة الماسة لتوفير المناخ المناسب لتؤتي كل أنواع المساعدات الإنسانية ثمارها تحتم على البشرية إيجاد حل مناسب لمشكلة التشرد ونوعية الإيواء المطلوبة لتحقيق الهدف. إن هذه الحقائق والأرقام
تضع على عاتقنا مسؤوليات انتساب وتدفعنا إلى العمل وبأقصى طاقة ممكنة لمواجهة تلك الكارثة والإسراع لحقن دماء أشقائنا والحفاظ على ما تبقى من بنية تحتية لبلده. انطلقت أعمال المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني بسوريا في الكويت وبمشاركة 59 دولة. انطلق هذا الأربعاء بالكويت المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني ومساعدة الشعب السوري في محنته الحالية، وذلك بمشاركة حوالي 77 دولة خليجية وعربية ودولية. إن المنهج المطلوب لإيجاد حلول لمشكلة إسكان اللاجئين بالحد الأدنى لمواصلة حياتهم بشكل طبيعي وفق الإمكانيات المتوفرة يتمثل في المحاور التالية. المحور الأول: تحديد دقيق لاحتياجات الأسرة الدنيا لمواصلة حياة طبيعية. المحور الثاني: كيفية إيجاد حلول تتوائم مع الإمكانيات المتاحة لتوفير هذه الاحتياجات. المحور الثالث: وضع آلية لنظام إغاثة يعتمد بشكل رئيسي ومركزي على الإسكان. المحور الرابع: تغيير النظرة للإغاثة من حاجة قصيرة إلى ضرورة طويلة الأجل. مدينة الحياة التي تحملها قافلة الحياة هي اللبنة الأولى لإنشاء مدن حضرية مستدامة، وهي الأساس الصحيح لبناء مجتمعات صحية لمشردي الكوارث الطبيعية والنازحين من ديارهم. إنها الخطوة الأولى والرئيسية من خطوات إعادة هندسة نظم التعامل مع الكوارث الطبيعية المستوحاة من تقارير الأمم المتحدة. تحمل القافلة الواحدة وحدات سكنية ووحدات طبية علاجية وفصول للتعليم وحاضنات أطفال ودور عبادة ومطابخ ميدانية وصالات متعددة الأغراض ومكاتب إدارة ووحدات أمنية وغيرها. يمكن نقلها وتركيبها في عدة أسابيع فقط، ويمكن إعادة نقلها وتركيبها حسب الحاجة. الوحدات السكنية هي مساكن فعلاً يشعر سكانها بأنها منازل دائمة وليست خياماً مؤقتة. تتكون مدينة الحياة من حاويات معدنية بمقاسي 20 و40 قدم يتم تصنيعها بكل المتطلبات الضرورية، وتستخدم بشكل أساسي كمساكن بالإضافة إلى تصنيعها ودمجها لتصبح مدارس وعيادات ودور عبادة وغيرها. المدينة مصنعة ومخزنة مسبقاً لحين الحاجة لها. تشمل مدينة الحياة 400 مسكن تتسع لعدد سكان يصل إلى 5000 نسمة عدا الاستخدامات الأخرى. هي نواة تطور لتصبح مدينة بعد عدة سنوات، مصنعة ومجهزة مسبقاً وقبل وقوع الكوارث، سهولة نقلها وتركيبها وإعادة نقلها. أفضل هيكل لنواة مدينة تنمو سنوياً بشكل صحي، سهولة اندماج سكانها في الحياة الاعتيادية، عنصر جذب وليست عنصر طرد، صديقة للبيئة، مدينة خضراء. كل ميزانيات الإغاثة حسب الوضع القائم هي للصرف فقط. كل المساعدات التي تقدم هي مساعدات استهلاكية. كل الخبراء الدوليين يصرخون طلباً لحلول مستدامة. كل الحلول ستفشل وتتلاشى إذ لم يتم التركيز على الحل السكني. قيمة مدينة الحياة هي إنها حل مستدام وينمو ويتضاعف. تكلفة المدينة يجب أن تحسب على عمرها الافتراضي والقيمة المضافة النامية في مجتمعها، وليست صرفاً لا نمواً يتحقق من ورائه.
الوصف الذي سوف يطلق على أول مدينة الحياة الكويتية هو أنها ستكون العلامة المميزة في العمل الخيري. إن ربط العمل الخيري علامة إنسانية، وهي هنا مدينة الحياة الكويتية. هو ضخ دماء جديدة تنعش التبرعات وتجذب فئات جديدة من المتبرعين، وترسخ اسم الكويت بالأذهان بشكل إيجابي. إن العمل الخيري في الأغلب الأعم هو عمل دعائي سياسي موجه، ومدينة الحياة الكويتية عمل دعائي مستمر ومستدام، ويحمل هدفاً نبيلاً وإرسالية عظيمة للبشرية. إن الريادة في هذا العمل نجاح في حد ذاته، ويخلق تنافساً جديداً في ابتكار حلول مستدامة أخرى. سيكون ربط مدينة الحياة الكويتية بالكويت وأميرها وشعبها مدعاة فخر واعتزاز وطنيين، وإضافة غير مباشرة في الشعور بالانتماء الوطني. إغاثة مستدامة تعني حضوراً مستداماً في الإعلام والنفوس والمحافل الدولية، تحيطك بنظرات الامتنان والعرفان. جميل أن تمتلك علامات تجارية، لكن الأجمل أيضاً أن تمتلك علامات إنسانية. البدء بمفهوم جديد للعمل الخيري المستدام يرتبط باسم الكويت إلى الأبد. مميزات مدينة الحياة الكويتية. مساكن مدينة الحياة الكويتية: الحائط والسقف من مواد معدنية، أما الخيم السكنية الحالية الحوائط والسقف من قماش. مساكن مدينة الحياة الكويتية: عوازل لكل العوامل البيئية من تقلبات الجو، أما الخيم السكنية الحالية لا يوجد عازل للحائط لمقاومة العوامل البيئية. مساكن مدينة الحياة الكويتية: زودت بنظم تكييف وتدفئة وتهوية، أما الخيم السكنية الحالية لا يوجد تكييف والتدفئة بدائية. مساكن مدينة الحياة الكويتية: من الممكن إغلاقها والحصول على أمان، أما الخيم السكنية الحالية غير مؤمن إطلاقاً. مساكن مدينة الحياة الكويتية: مزودة بدورة مياه خاصة وصحية ومعزولة، أما الخيم السكنية الحالية لا يوجد بها دورة مياه. مساكن مدينة الحياة الكويتية: مزودة بمطبخ مأمون وتبريد غذائي، أما الخيم السكنية الحالية لا يوجد مطبخ مأمون. مساكن مدينة الحياة الكويتية: عمرها الافتراضي يصل لأكثر من 30 عام، أما الخيم السكنية الحالية عمرها الافتراضي لا يتعدى أشهر فقط. القافلة التي تحمل مدينة الحياة الكويتية هي البصمة الدبلوماسية الجديدة لسمو الأمير حفظه الله ورعاه.